لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا لترين الرجل
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، ثم يبحث عمن يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي رضي الله عنه: فلقد رأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ولا تخشى إلا الله، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرة رموس، ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. هذا حديث من أعلام النبوة، فيه إثبات صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع في المستقبل، وقد رأى عدي منها اثنتين ولم يرى الثالثة، ثم قال لجلسائه: ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من أكفه. جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة، أي الفقر والحاجة، وجاء آخر يشتكي إليه قطع السبيل، أي قطع الطريق، انتشر قطاع الطريق، فلم يأمن الناس على أنفسهم ولا على أموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يبشر أصحابه، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنه. الحيرة مدينة قريبة من العراق، من دولة فارس، ودولة فارس يومئذ الأمبراطورية الأولى في العالم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك حياة لترين الضعين، أي المرأة المسافرة، ترتحل من الحير في العراق حتى تطوف بالبيت، أي في مكة، ولا تخشى إلا الله، أي أن الله عز وجل سيجعل الأمن في الأرض بعد أن كان خوف، ولن يوجد قطاع للطريق. قال عدي: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد؟ دعار طيب كانت قبيلة طيب مشهورة بقطع الطريق، وعدي بن حاتم من قبيلة طيب، فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد؟ أي أين دعار طيب
المفسدون في الأرض الذين يثيرون الفتن والذين يجعلون الخوف في البلاد. يقول صلى الله عليه وسلم: ستخرج المرأة من الحيرة وستمر على قبيلة طيب حتى تأتي مكة وتطوف بالبيت. ويقول: أين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد؟ يقول عدي: وقد طالت بي حياة فلقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ولا تخشى إلا الله. هذه واحدة دليل على صدق نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى. قال عدي: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. يتعجب عدي: تفتح كنوز كسرى؟ كسرى بن هرمز الإمبراطورية الأولى في العالم وقتئذ تفتح كنوزها؟ يقول كسرى بن هرمز. يتعجب: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قال عدي: وقد طالت بي حياة وقد كنت في من افتتح كنوز كسرى. هذه ثانية دليل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يبحث عمن يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. يبحث عن فقير يعطيه من أكفه ذهبا أو فضة فلا يجد أحدا، لأن الله قد أغنى الناس. يقول عدي، وهذه لم يرها، يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من أكفه. يقول ذلك علي وكله ثقة ويقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى بعينيه اثنتين. الثالثة هذه قد وقعت في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. في عهد عمر أغنى الله الناس حتى أن الرجل كان يخرج بزكاته يبحث عمن يقبلها منه فلا يجد أحد، لأن الله قد أغنى الناس. وستحدث هذه أيضا في عهد المهدي في آخر الزمان، يغني الله عز وجل الناس. فحدث ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أدلة صدق نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالفقر الذي جاء الرجل يشتكيه سيأتي زمان ويذهب،
والخوف الذي جاء الرجل يشتكيه سيأتي زمان ويذهب وقد وقع وحدث كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا وأستغفر الله منه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فيا عباد الله من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه يأمرهم بالصبر على البلاء وعلى ما يصيبهم في هذه الدنيا ويبشرهم صلى الله عليه وسلم بالنصر والظفر وتبدل الحال، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن هذا كذا وكذا، لا، كان يعلمهم ويربيهم على الصبر، يربيهم على الصبر على الدنيا والصبر على البلاء، والبلاء لا يدوم ولا يدوم عسر أبدا، ولن يضرب عسر واحد يسرين كما قال عمر رضي الله عنه. فكان صلى الله عليه وسلم في الأزمات الحالكة يبشر أصحابه رضوان الله عليهم لما للتبشير من أثر عظيم في حسن الظن بالله وعظيم الرجاء فيه سبحانه وتعالى، ولأن التبشير يوجد الأمل في القلوب، ولأن التبشير يجعل المؤمن يقوم يدفع قدرا بقدر بعكس الأخبار اليائسة أو الأخبار المحبطة، فإنها تزيد المؤمن وهنا على وهن وتزيده يأسا على يأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه من سنته. فانظر في يوم في مكة يأتي خباب رضي الله عنه والصحابة المستضعفون في مكة يعذبون، يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني ألا تدعو الله لنا بالنص؟ يقول صلى الله عليه وسلم كان الرجل من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق اثنتين ما يصده ذلك عن دينه، وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ما دون لحمه من عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرائد من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يبشرهم وهم مضطهدون ويقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي يوم الأحزاب
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد جمعوا له جيشا لم تسمع العرب بمثله من قبل، وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، فشرعوا في حفر الخندق، واعترضتهم قضية صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نازل، فأخذ المعول صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله، فضرب ضربة فانفلق ثلث الحجر، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا، ثم ضرب ضربة أخرى بسم الله فانفلق ثلث الحجر، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس إني لأنظر إلى قصرها الأبيض من مكان هذا، ثم قال بسم الله فانفلق الحجر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكان هذا، تبشرهم وهم في خوف شديد وجوع وبرد، يبشرهم صلى الله عليه وسلم لأن التبشير يعطي الأمل، التبشير يحرك النفوس الضعيفة، يجعل المؤمن يقوم من مقامه، يدفع قدرا بقدر، بعكس الأخبار المحبطة، الأخبار اليائسة، هذه تزيد العبد يأسا على يأس، وتجعله يجلس في مكانه لا يقوم منه. يبشر صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا. التبشير له معنى عظيم في النفوس لا شك، يغلب كل مسلم، ما يصيب المسلمين في كل مكان، يغلب كل مسلم، ما يحدث لأطفالنا وأهلنا في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين، والأمر عظيم. وتسلط علينا الشيعة الروافض، وتسلط علينا الغرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا كله بذنوبنا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل في عصره عما يصيب المسلمين من قتل وحرق وشنق، يقول بذنوبهم ومعاصيهم. لما دخل التتار بغداد قتلوا ما يزيد عن 2 مليون، 2 مليون. لما دخل الصليبيون بيت المقدس أعملوا القتل في المسلمين وقتلوا ما يزيد عن 1 مليون، وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وهذه من رحمة الله بالناس ليراجع الناس أنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا ولعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وليس كما نرى هذا الذي نراه أي يقعد بالمسلم وليجعله يقوم لنصرة دينه وإقامته في الأرض، بل هذا يجعله ينشر لنصرة الدين وإقامته في الأرض، لأن الله أمرنا بذلك. وليس قتلانا وقتل الكفار سواء، بل من مات منا فهذا من الشهداء، ومن مات من أطفال المسلمين فهذا للجنة في الجنة بالإجماع، ويكون ذلك درس قاسي وبليغ للأحياء ولمن سمع من المسلمين في غير هذه البلاد يعتبروا وليراجعوا أمر أنفسهم. جاء زمان يا أيها المسلمون، على بلاد المسلمين لم تخلو بلد من احتلال، لم تخلو بلد من احتلال. كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وكانت الدول العربية مقسمة بين إنجلترا وفرنسا كما ندرس في التاريخ، والتاريخ عبر، والتاريخ كنز عظيم يتعلم منه المسلمون. ماذا كان حالنا وقتئذ؟ ماذا كان حالنا؟ هذه عبرة، وهذه العبرة أننا نراجع أنفسنا، نراجع أمر ديننا. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني ينادي بعضهم على بعض كما ينادي الأكل إلى القصعة، كما يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا لا يدفع إلا بالرجوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. كل منا يراجع أمر دينه، وكل منا يدعو إلى ربه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمعروف. عسى الله عز وجل أن يرفع عنا ما نزل بنا، ويرفع عن بلاد المسلمين ما نزل بهم. نسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطوعين، إليك مخبتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم قدر لأمتنا أمر رشد،
يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انزل عليهم نصرك ورحمتك وعفوك، اللهم انزل عليهم نصرك وعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزم الاحزاب، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا فاجعل كيده في نحره، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.